الخير واهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده من برنامجكم نور شو في الموسم الثاني. ضيفنا اليوم اخصائي امراض وجراحه العيون، رئيس اتحاد الاطباء والصيادله العرب في النمسا، والامين العام لاتحاد النمساويين العرب في النمسا. انه الاستشاري الدكتور تمام كيلاني. مرحبا فيه مع بعض، اهلا وسهلا فيك دكتور تمام في برنامج نور شو في الموسم الثاني. اهلا وسهلا فيك استاذ نور، وشكرا على هذه الضيافه. دكتور تمام، لو تحدثنا باختصار عن جنابك وعائله الكيلاني. عائله الكيلاني تنتمي او من نسل الشيخ عبد القادر الكيلاني الذي كان في بغداد، والذي ينتسب الى الامام الحسن بن علي رضي الله عنه. أحد أجدادنا اللي هو سيف الدين يحيى، أحد أولاد الشيخ عبد القادر الكيلاني، ذهب إلى الحج ومر من مدينة حماة وعجبته هذه المدينة، وفي الرجعة وعندما أنهى الحج موسى الحج ذهب إلى الحاكم المدينة أبي الفداء وطلب منه أن يستقر في مدينة حماة، فقال له هذه هنا يوجد قطعة أرض بإمكانك أن تستقر فيها. قال له ألا يوجد غيرها؟ قال له هذا الموجود، هذا الحاضر. ومن ذلك الوقت تعرف مدينة حماة، يوجد شقين في مدينة حماة، الحاضر والسوء. يعني هذا أصلنا نحن من بغداد. أنا ولدت في مدينة حماة، نشأت في مدينة حماة، درست الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدينة حماة، وبعد ذلك عام 1972 ذهبت إلى مدينة حلب، درست الطب، تخرجت من كلية الطب سنة 1978، وتابعت اختصاصي في قسم العيون في جامعة حلب في كلية الطب في مشفى حلب الجامعي الكبير، وأنهيت عام 1982 الاختصاص العيون، وحضرت إلى النمسا في أكتوبر تشرين الأول عام 1982 إلى فيينا. ما شاء الله. طب سبب اختيارك طب العيون، ليش ما اخترت الأسنان، ليش ما اخترت غير؟ والله اختياري طب العيون لأنه اختصاص مميز. يعني الواحد وقت بده يقول له لزوجته، بده يقول له لحبيبته أو كذا، بيقول له يا عيني، ما بيقول له يا إيدي يا راسي يا رجلي، لذلك اخترت طب العيون. اللهم صل على أنا كان بصراحة طب العيون من الأول، يعني كنت حاطط اختصاصين إني وقت خرجت من الطب، يا إني أعمل طب عيون أو إني أعمل جراحة تجميل، ولكن اخترت طب العيون وصار لي والحمد لله يعني الشيء اللي كنت مخططه أعمله وصلت له. الحمد لله، الله يهنيك دكتور. طيب دكتور، دورك في تشكيل رابطة الأطباء السوريين منذ عام 1989 في النمسا وما قامت به؟ سيد الكريم، قبل 30 عام سنة 1989 اجتمعنا مع بعض الزملاء وفكرنا أن نعمل شيئا للوطن، لسوريا، لأن أول شيء كنا أطباء موجودين، ما في شيء يجمعنا، بس كنا نلتقي مرة بالأسبوع أو كل شهر مرة. أردنا أنه نعمل شيء أكثر، وقررنا أنه نشكل رابط الأطباء السوريين النمساويين. فعلا عام 1989 شكلنا رابط الأطباء السوريين النمساويين مع بعض الزملاء. الدور الذي قامت فيه كان يعني إلى هدفين أو ثلاث أهداف. رابط الأطباء السوريين النمساويين هي أنه تكون جسر للتواصل بين النمسا، بين أوروبا بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص، وسوريا بشكل خاص بالذات. هي وحدة، أن تكون نقل المعلومات أو تبادل المعلومات بين الزملاء الأطباء في النمسا والأطباء في العالم العربي وفي سوريا، وبعدين تعريف النمساويين والأوروبيين بالحضارة العربية بشكل عام والحضارة السورية بشكل خاص. هذا يعني كان مجمل الشيء اللي فكرنا لماذا انه نعمل رابط الاطباء السوريين. كنا نجتمع تقريبا كل شهر، قمنا بمؤتمرات كثيره من 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 مراكش غربا الى بغداد شرقا، ومن الجنوب من اليمن الى سوريا والعراق شمالا. قمنا بمؤتمرات كثيره، تقريبا كانت بحدود 18 مؤتمر. كان أهم هذه المؤتمرات هو مؤتمر عام 2001، عندما قمنا بزيارة بمؤتمر طبي إلى مدينة بغداد، وتم يوميتها آنذاك خرق الحصر الجوي
على العراق لأول مرة بدون نأخذ إذن الأمم المتحدة. قدمنا طلب الأمم المتحدة أن نحن بننزل بطائرة إلى بغداد ولكن ما أجتنا الموافقة، يعني شو اسمه، نزلنا إلى دمشق، ومن دمشق أخذنا طيارة على الطائرة السورية إلى بغداد، ونزلنا بغداد وتمينا لمدة أسبوعين في بغداد. قمنا بعمليات اللي كانت العمليات مجانا، وكان يعني مثل ما بقول هي كانت هي قمة المؤتمرات وأهم المؤتمرات التي قمنا فيها. طبعا كان في عندنا شغلة تانية، إنه دائما نحن المؤتمرات اللي كنا نقوم فيها إنه خبرة أو أحسن الأساتذة ننزل إلى سوريا إلى العالم العربي ونقوم بعمليات مثل ما بيقول لايف سيرجري هنيك. وكان الأخوة السوريين الزملاء السوريين على مستوى جيد، يعني هو بس إنه هون كان المعدات أحسن، يصير تبادل بين الأساتذة وبين الأساتذة في النمسا والأطباء في سوريا. كمان قمنا بعمل ثاني، إنه فكرنا إنه نعمل شيء ثاني، قمنا بتزويد تقريبا سوريا ب 18 سيارة إسعاف إلى المناطق النامية في سوريا، وليس إلى المدن الكبرى، إلى المناطق النامية. وكنا سيارة الإسعاف نحصل عليها هون إما بشراء بثمن قليل أو أنه تجينا مجانا أو أنه هدية من بلدية فيينا. ما بقدر غير أني وجه شكر لمدينة فيينا لأنه فعلا كانت ساعدنا كثير في هذا المجال. نوجه لهم تحية كبيرة. الله يبارك فيكم يا رب. طيب دكتور، اتحاد الأطباء والصيادلة العرب في النمسا، تحكي لنا عنه كمان وما قامت به. يعني هو وقت كان في رابط الأطباء السوريين كان عندنا زملاء غير سوريين موجودين، ولكن فكرنا أنه نخرج من المجال القطري إلى المجال القومي، أنه نعمل شيء أكبر. وأنا بعتز أني عام 2005 قمت كانت فكرتي انه نعمل اتحاد الاطباء والصيادله العرب في النمسا، وفعلا وهذا العام ان شاء الله نحتفل في 20 عام على مرور هذا الاتحاد. العام الماضي احتفلنا بمرور 30 عام على مرور رابط الاطباء السوريين النمساويين، وهذا العام صحيح عفوا 15 عام على مرور اتحاد الأطباء والصيادلة العرب النمساويين. اتحاد الأطباء والصيادلة العرب النمساويين تقريبا أخذ نفس النهج للي كانت رابط الأطباء السوريين النمساويين أخذته، أنه بس يضم عدد أكبر من الأخوة، من العراقيين، من الأخوة العراقيين، فلسطينيين، أخوة من مصر. يعني في عنا نموذج، في عنا مزيج مشترك من جميع الزملاء من العالم العربي في هذا الاتحاد. طبعا هو كانت الاستمرارية، استمرنا بإرسال إقامة المؤتمرات الطبية للي كمان إرسال سيارات الإسعاف إلى السودان إلى عام 2006 وقت صارت الحرب في جنوب لبنان. أرسلنا 13 سيارة إسعاف لجنوب لبنان. كمان وقت كان صارت الاعتداء على غزة وكانت لا تزال غزة محاصرة، قمنا كذلك بإرسال 6 سيارات إسعاف إلى مدينة غزة عن طريق جمهورية مصر العربية، ومن هناك إلى غزة. كان تقريبا الوضع سهل إنه يقدر الواحد يروح يبعث طائرات سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى المؤتمرات الطبية التي قمنا بها سواء بالأردن سواء في مصر في المغرب العربي. هذه كانت شو اسمه يعني هي كانت معظم شو اسمه. كمان وقت حرب الاحتلال، وقت احتل العراق، جبنا عدد كبير من الجرحى من العراق تمت معالجتهم في النمسا. وقت الانتفاضة الثانية كمان تم احضار 52 جريح من فلسطين تم معالجتهم في النمسا. طبعا مو بس الاتحاد الأطباء، معظم الجاليات العربية واتحاد النمساوي العرب شارك في هذا العمل، وتمت معالجة 52 جريحا من فلسطين، وبعد ما خلصوا وقسم منه رجع لفلسطين. ما شاء الله، الله يتقبل إن شاء الله. الله يحفظك. طيب دكتور، رح نأخذ فاصل نرجع نكمل حديثنا إن شاء الله. أصدقائي، فاصل ونواصل. ورجعنا لكم أصدقائي من جديد، نرحب مرة ثانية بدكتور تمام كيلاني. أهلا وسهلا فيك دكتور. سهلا فيك مرة ثانية. أهلا فيك دكتور. كنت بتحكي جنابك عن المؤتمرات اللي عملتوها في أنحاء العالم، تسترسلنا شوي عن الموضوع المؤتمرات تتكرمت.
كنا سابقا نعمل دائما مؤتمر في سوريا ومؤتمر في بلد عربي ثاني. تقريبا كل سنه عم تعملوا؟ كل سنه كانت مؤتمر، بكل سنه كنا نعمل مؤتمر من تاريخ انشاء من تاريخ انشاء، سواء رابط الاطباء السوريين النمساويين او اتحاد الاطباء والصال العرب النمساويين. ما شاء الله. يعني من المؤتمرات كانت في العراق، في سوريا، في اليمن، في السودان. يعني بصراحه هو مؤتمر السودان كان عام 1994، كان مؤتمر الواحد كان مؤتمر جيد جدا، انه الواحد بيروح على السودان. حتى وصلنا رحنا كل انحاء السودان نعمل، يعني سواء نحن كانت مؤتمراتنا تكون نوع فيها نوعين، عملي اكثر، قسم طبي، قسم طبي وقسم سياحي. قسم الطبي يعني شان، قسم السياحي شان كمان نعرف النمساويين والزملاء على العالم العربي، على سوريا، على شو اسمه. يعني طبعا كان هذا يهمهم كثير انه يشوفوا، لانه هون المثقفين بيعرفوا كل شيء عن العالم العربي، عن سوريا بس. وكنا نشارك دائما معنا صحفي، ينزل معنا صحفي بعد ما نخلص يكتب عن شو شاف. لذلك كان يهمنا الجانب الطبي والجانب السياحي، مو بس الجانب الطبي فحسب. في مصر كنا نعمل كمان رحلة، عملنا رحلة في رحلة بعد ما تخلص المؤتمر نعمل رحلة في المغرب العربي كمان. هي المؤتمرات كان دائما تكون انه، وبعد المؤتمر ما ينتهي دائما تكون في اتفاقية. وبتذكر انه اول اتفاقية الوحيدة بين جامعة حلب ونقابة الاطباء في النمسا تمت نتيجة عقد مؤتمر، انه كان في اتفاقية تبادل الاطباء. يعني انه الطالب الطبيب في النمسا بينزل على حلب بيعمل 6 شهور تحسب من مدة الاختصاص تبعه في النمسا. ما شاء الله. مشيت لمدة سنة سنتين ثلاثة، ولكن توقفت. يعني شو اسمه، هاي كانت المؤتمرات، هيك كانت على شو. كمان كنا دائما ناخذ معنا قسم كبير من الأدوية نهديها للمحلات، المستوصفات المحتاجة، أحيانا سيارات إسعاف، أحيانا كمان شركات أدوية أو شركات الأجهزة الطبية تنزل معها جهاز أو جهازين وتتركه هنيك، يعني تتركه للمستشفى أو على أساس أنه هدية. يعني كان وقوم بعمليات مشتركة بين، نقوم بعمليات مشتركة بين الأخوة في العالم العربي والزملاء في النمسا. هذا بالنسبة بشكل، هذا يعني بشكل عام هي المؤتمرات. بعدين كمان طلعنا من خارج العالم العربي إلى إيران، إلى أوزبكستان. يعني بتذكر عام 2010 عملنا مؤتمر في أوزبكستان، كان مؤتمر كمان ناجح. بعد ثورات الربيع العربي صفت الذهاب إلى العالم العربي شوي صعب، لذلك صارت مؤتمراتنا تقتصر في أوروبا. عام 1911 نزلت مع عدد كبير من الأطباء الزملاء والأخوة المصريين، الأطباء الزملاء المصريين إلى القاهرة، وعملنا هنيك عالجنا جرحى الثورة كمان. ونفس العام كمان ذهبت إلى تونس، وكذلك عالجنا بعض الجرحى في تونس. يعني طب انتم نزلاتكم دكتور لمنطقة الربيع العربي، ما بتحسوا كان في خطر عليكم انتم؟ ما كنتوا خايفين؟ او اذا ممكن نحن كعرب مثلا، انتم ممكن ما يكون في عندكم الخوف مثل الخوف الاطباء النمساويين اللي بينزلوا معكم. والله عام 2011 نزل معنا وفد نمساوي اطباء بروفيسوري كثير، يعني طبعا كان في تخوف في هي، ولكن نزلنا وعملنا ما كان في شيء. يعني كانت الامور طبيعيه. بتعرف كان العالم انه خارج، انه في ثورات وخلص من نظام، من انظمه الاستبداديه والانظمه الدكتاتوريه. يعني تحس، يعني انا لاول ما انا بالقاهره وانا طالع من مطار القاهره شو اسمه، دقوني استوقفوني، كنت بالمنطقه الحره، قالوا لي تفضل. يعني اول امر حسبت يعني مخابرات وكذا، قال نحن حابين نشكرك كثير انه انت حضرت وكذا، وقدموا لي هديه من منطقه الحره كشغلات بدي اشتريها. قال لا، هي اصروا انه اخذها معي. يعني كانت التفاعل كثير كثير
شو اسمه. بالنسبه لتونس ما يعني حسينا بشيء يعني، كانت الامور تونس بشكل عام سلمي يعني الحمد لله. الامور وبعدين بعد قيام الثوره تقريبا بخمس ست شهور مو مباشره. وبعدين مهم الطبيب، هي مهمه انسانيه دائما يعني، وقت بيقوم دائما بعمل نفس الشيء. وقت سافرنا الى بغداد كلياتنا كنا حاملين ارواحنا عيدينا يعني، مهم الخوف الطبيب. انه يعني مو انه قتل، الخوف انه تنخطفوا مثلا بحيث ينطلب فدية أو ينطلب شيء مشان يعني يطالوا ناس من السجن أو يعملوا كذا. هذا الخوف من يركب البحر لا يخشى من الغرق. لذلك يعني الواحد ما دام حاطط قدامه هدف وسبيل بده يوصل إليه ويساعد الناس، هالشغلات بجوز يتغاضى عنها يعني. بس هلا طبعا زي قلت لي كذا بجوز الواحد يفكر، وقت بجوز كنا شوي شباب شوي مندفعين اكثر من هلا. الله ما الله يمدك بالعافيه. الله يحفظك دكتور. طب الوافدين الجدد اللي اجوا على النمسا، شفت اجت اعداد ضخمه جدا يعني، ان كانوا عرب ولا ان كانوا افغان ولا ان كانوا من غير جنسيات. دورك أنت كدكتور كيلاني كرئيس اتحاد الأطباء وكذا، شو قدمتوا لهم لهدول المهجرين واللاجئين اللي اجوا جداد؟ توقع كلمة لاجئين ما بتحبها بس موجودة. يا سيدي أنا بصراحة الوضع وقت شفنا النمسا والشعب النمساوي وأوروبا، وقت اجوا الأخوة السوريين الأخوة العراقيين الباقي شو اسمه كيف احتضنون يعني، انت بتشوف انه الوضع كان فعلا تغير شوي. بس اول ما حضروا خصوصي عام 2015 يعني عائلات قدمت بيوتها، اشخاص يدخلوا على السوبر ماركت يشتروا كذا يعني، هذا شيء حرك الواحد العواطف معه وقال لازم لازم كان تسجيل، لازم يعمل الواحد شيء كبير. لذلك يعني اول ما اجوا كانوا يجوا على محطه الفيست بان، هو في المحطه الغربيه بالنمسا هون بفيينا. كنا نروح دائما بشكل دائم انا والزملاء ونتبادل. بعدين كانت انه في على حدود الهنغاريه على نيكسدورف، كنت يعني شكلت انا ومجموعه من الاطباء في نيدا اوستراش مجموعه حلقه عمل. كنت تقريبا يوم ايه ويوم لا اطلع، وكانوا يتبادلوا على مدى 24 ساعة أنه لازم يكون في طبيبين أو ثلاثة، بالإضافة إلى الأخوة السوريين والعرب اللي كانوا يطلعوا ويترجموا كمان. هذا كان يعني أول ما يوصلوا، بتعرف أنه ماشيين 3,000 كيلومتر وكذا، وعلى رجلي ومراكبين القوارب الشراء القوارب والبالم وكذا، مع أطفال مع حوامل مع رضاع، يعني كان وضع مأساوي. لذلك أنه لازم الواحد يعمل شيء، وهذا كانت أول شغلة إنه نستقبل الأخوة الجدد، العناية الصحية أو المبدئية من تضميد جروح، من بتعرف زي مرضاني كذا، وخصوصي كانت رجليهم منفخة المشي على الطويل. هذا اللي كان كنت تقريبا كل نهار أو نهار بجانب العيادة نعمله. بعد ما وصلوا واستقرت تقريبا الأمور، فكرنا يعني مو بس أنا وعد مع بعض الزملاء إنه نعمل شيء لهالأخوة اللي هون يجوا لهون، إنه خصوصي يعني أخذت أنا الجانب الطبي أخذ الصيادلة أطباء الأسنان إنه لازم نعمل لهم. لذلك حاولت يعني أول ما كانت الاتصالات مع نقابة الأطباء مع نقيب الأطباء بالذات مع البروفيسور تسيكاريس اللي هو ما زال دعينا لعنا على المقر، عندنا مقر في رابط الأطباء والصيادلة العرب في المحيا الرابع في فيينا، هو وممثل وزيرة الصحة، يومتها كمان دعت وزير الصحة، بس كان وضعه الصحي كان تعبان، كانت مصابة بمرض وتوفت الله رحمها. بعثت مندوب عنها وجمعنا أول مرة الأطباء والصيادلة مع الممثلين أطباء مع نقيب الأطباء مع يعني ممثل وزارة الصحة، وأنه شو الإمكانية اللي بيقدر يساعد، لأنه بتعب تسمع دائما بالنبسة انه بحاجه لاطباء تماما، وقلنا لهم هذول اطباء خالصين هون. تعرف الطبيب ليخلص بده تقريبا بكلف الحكومه النمساويه نص مليون يورو، انه جايكم اطباء خالصين واطباء من خيره الاطباء تماما. هي يعني كانت اول وحده. الشغله الثانيه هي انه الاتصالات مع مكتب العمل،
لأنه اتصالات مع مكتب العمل أنه على أساس الأطباء والصيادلة اللي هو الأطباء الأسنان ما يرسلون لمهن تاني لصناعات تانية. يعني بتلاقي أنه طبيب وهي بيبعتوه مثلا على أوتيل أو على مطعم. أنه فعلا وصلنا معه والحمد لله كانت العمل كان جيد أنه شبه استثنون وعملوا لهم تغيير، يعني عملوا لهم وضع خاص بفيينا وبالنمسا أنه الطبيب من ناحية الوقت بيبدأ التعديل لمدة 3 سنوات، يعني ما بيقطعوا عنه الإعانات حتى يخلص. يعني كان في وضع خاص بادرة منهم يعني. بادرة منهم، بادرة جيدة يعني. الواحد شو اسمه كان في اتصالات مع نقاب مع جامعة الطب في هي، جبنا 2 أو 3 مرات البروفيسور بوسيك اللي هو كان بزمانه نائب رئيس وزارة ورئيس حزب الشعب سابقا، وكان هو الرئيس القسم الاستشاري في جامعة فيينا. حكينا له شو المشاكل ووعدنا، وفعلا الزلمة ساعد يعني شو اسمه. بالنسبة كان باعتبار انه الاطباء الاتحاد له علاقات جيدة مع المشافي، كمان كنا الزملاء اللي بدهم تدريب 3 أشهر او كذا نأمن لهم محلات سواء في قسم النسائية سواء في قسم الأشعة في كافة الاختصاصات على اساس انه يتعلموا اللغة ويمارسوا مع هذا. كل هاي الشغلات وهن الزملاء يعني بقدر اوجه لهم تحية كبيرة انه فعلا قسم منهم وبمدة قصيرة قدر يعدل يعمل فحص النقابة ويبدأ بالعمل. تقريبا هلأ في بحدود 60 طبيب زميل وزميلة بديوا بالشغل بالعمل موظفين في المشافي. يعني وتقريبا قسم كبير منهم حصل عدل الشهادة، وهذا بسرعة وبسرعة، لذلك هذا بجهودهم. لذلك ألف تحية للزملاء الذين قاموا بالتعديل. طبعا الوضع بيختلف شوي لأطباء الأسنان، وضع أطباء الأسنان أصعب شوي من أطباء البشريين، التعديل عندهم شوي أصعب. حاولنا نساعدهم كانت، لكن نقابة الأطباء الأسنان كانت شوي يعني من أول أمر كانت تطلب منهم مثلا سي أينز. هلأ للأسف كمان الطب البشري صار يطلب منهم مستوى اللغة يكون سي أينز. يعني الواحد قام بجهده. الشيء اللي عم نقوم فيه بالوقت الحاضر انه دائما في عندنا اجتماعات دوريه كل شهر بنجمعهم نشوف شو المشاكل بنحكي. بعدين مشينا تقريبا مده 4 5 6 أشهر بموضوع جديد انه الاطباء الجدد هن يقوموا يعملوا محاضرات باللغة الألمانية عشان يعلمون على أساس عشان يتعلموا إنه كيف يقدر يعمل محاضرة، لأنه هي أكثر شيء مشكلة، هي مشكلة اللغة. الواحد لا يحصي يحكي اللغة بده شو اسمه. الشيء اللي عملناه هو شغلتين وقت أجوا الأخوة الزملاء الجدد، مؤتمرين في فيينا. المؤتمر الأول عام 2016 كان بعنوان دور الطب في مساعدة اللاجئين. كان في أوتيل المدول، حضروا بحدود 120-130 طبيب، ومن الزملاء من أوروبا، كنا يوم تدعيت زملاء من أوروبا والزملاء من النمسا، زملاء من العالم العربي، من دبي، من الإمارات العربية. والمؤتمر الثاني اللي كان هذا أو العام الماضي، ما عدا هذا العام، نحن العام 2019 في أبريل نيسان الماضي عملنا كمان مؤتمر دور الطبيب المهاجر في أوروبا، في النمسا وفي أوروبا، وكان مؤتمر ناجح جدا. وكثير من الزملاء قاموا بمحاضرات وفي اللغة الألمانية واللغة الإنجليزية حاضروا، وكانت محاضرات على مستوى جيد. ولذلك كمان بقدر أوجه لهم كمان ألف تحية، ويعني تحية اعتزاز وشكر للزملاء اللي فعلا ببيضوا الوجه إنه صاروا هوني وعم يشتغلوا، ويعني الحمد لله الوضع جيد. هذا اللي بنقدر اللي عملنا. هلا عاملين كمان إنه نعمل محاضرات كل شهر، لأنه هون في نظام بالنمسا وفي أوروبا وفي العالم كله إن الواحد الطبيب لازم يحصل كل عام على 50 نقطة طبية بعد التخرج. نحن المستثنين الوحيدين ليس كجامعة ليس كمستشفى كمنظمة طبية
انه بنقدر نعطي نقطتين بكل اجتماع وهالشيء ماشيين فيه نقطتين. يعني عندنا مثلا 7 محاضرات بالسنه صار شيء بحدود 15 ل 20 نقطه طبيه ما شاء الله. هذا كمان عمل الحمد لله توفقنا فيه ووصلنا مع نقابه الاطباء انه نحصل على نقاط للزملاء. هذا بالنسبة طبعا الزملاء اللي الشيء بنقدمه انه احيانا مثلا وين في مكان فارغ، وين في منصب فارغ، وين في بدهم طبيب، نكتب عنا مشكلين نحن مجموعات على الواتساب رأسا اي شغلة اي شيء بيصير اي كذا اختصاص لا لازم اختصاص أيوة. المشفى الفلاني والمعلومات كمان مو بس هيك، يعني في نوع من تواصل المعلومات. في عندنا مجموعتين، في عندنا مجموعة الاطباء السوريين وعندنا مجموعة اتحاد الاطباء والصاد العرب، تقريبا بكل مجموعة في 200 220 زميل وزميلة، يعني في تبادل للمعلومات. حتى احيانا الزملاء بين بعض بيطلبوا انه انا لازم لي كورس لغة، وين في؟ لاقي خلال 5 دقائق صار التجاوب، يعني بالإضافة إلى صفحات الفيسبوك، بالإضافة إلى يعني شغلات كثيرة الواحد بيقدر يقدمها. بيقدر الواحد مثلا عن النظام الصحي في النمسا كنا نعمل محاضرات كثيرة إنه كيف تعريف النظام الصحي في النمسا. هلأ الشهر القادم عندنا محاضرة، لأنه بتعرف صار هلأ في دمج النظام الصحي مع عادة الكرنكن كاس، صار في دمج. تموا هلا صاروا 5 انه كل فيينا وكل المحافظات النمسا كانوا بنظام دخلوا تحت مجموعه واحده هي الاسترشيش جزوند هايت كرنكن كاس، والايزنبان مع البيف هو كمان دمجوهم بوحده، والبور كان كاسي مع الـ مع الـ مع السوشيال فيزيشن والاس في او كمان دمجون. راح نعمل لهم كمان على النظام الصحي الجديد كمان تعريف، لانه كل هالشغلات نقدر عم نقدر نحاول، يعني الواحد بيحاول قدر الامكان انه يقدر يساعدهم. وهن الشباب يعني والزميل والزملاء كثير متفاعلين وبيحصلوا يعني مستواهم جيد الحمد لله. الحمد لله. الدكتور كمان ناخذ فاصل نرجع نكمل حديثنا. أصدقائي فاصل ونواصل. ورجعنا لكم أصدقائي من جديد، مرحب مرة ثالثة بالدكتور تمام. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. أنا دكتور لو تكرمت تحدثنا عن دورك الذي تقوم به من أجل الإخوة العرب بشكل عام والسوريين بشكل خاص. يا سيدي تحدثنا عن الجانب الطبي، هلا بنتحدث عن الجانب عن الإخوة بالنسبة غير الأطباء، باعتبار انه عندنا مقر هو مقر للاطباء، ولكن نفسه كمان بقدر نقول عنه هو البيت للبيت السوري. من بدايه 2015 كنا دائما بشكل مره او مرتين بالشهر ندعي الزملاء الاخوه الجداد كلهم لاجتماعات مع السوريين القديمين اللي موجود هون، انشان يتكلمون نحكي عن البلد، عن النظام، يعني الواحد الانتجراسيون بهالبلد، كيف الواحد الاندماج مع الاحتفاظ بالهويه، كله نقوم فيه يعني. ولا نزال يعني لحد الان قائمين عليه تقريبا مره بالشهر بنعمل اجتماع للاطباء واجتماع للجاليه السوريه. عندنا المنتدى السوري، يعني المنتدى السوري بنقوم بهذا العمل، بيجي كمان 40 30 20 حسب الاخوه السوريين. عندهم اسئله، عندهم كذا، كل واحد بيقدموا خبراتهم. ويا حبذا الواحد كان له انه عنده وقت مثلا، بس بتعرف العياده والكذا وهون وهون وهون، مو دائما الواحد. ولكن في بعض الاخوه السوريين اللي سواء عن كيف عن اللغة عن الكذا، شغلات كثيرة نقدر نساعدهم فيها ونقدمهم فيها. بدهم يروح مثلا بتعرف أول ما أجوا ما بيعرفوا اللغة، بدهم طبيب بده يروحوا عليه، بدنا نروح على طبيب عظمية، بدنا نروح على طبيب نسائية، مين هو الطبيب؟ هالأسئلة تزال تجي كل النهار. الواحد إذا بيقدر فعلا يعني بتعب يحب يروح على طبيب سوري على طبيب عربي نحكي يتكلم معه العربي عشان يفهمه، عشان كمان التشخيص يكون مزبوط. يعني حتى انا احيانا عندي بالعياده بخبروني بخبروني الزملاء النمساويين بيقولوا لي ممكن ترجم لنا او يسالوا لي سؤال او سؤالين، يعني شايف انه مثلا خصوصي بالنسائيه انه امتى كانت اخر ولاده، امتى كذا. يعني في بعض الزملاء بيتصلوا، يعني مو اول بدايه عام 2015 2016 كانوا دائما، بس هلا شوي خفت لانه صاروا
الشباب بيعرفوا يحكوا لغة بيقدر وصل المعلومة. وهذا بالنسبة للأطباء للزملاء الأخوة السوريين والعراقيين والعرب اللي اجوا لهالبلد، يعني هذا اللي بنقدر نقوم عليه. ودائما في حملات، في محاضرات مو طبية، محاضرات اجتماعية، محاضرات ثقافية كمان بيحضر، يعني بنقوم فيها من أجل إنه كمان إنه نحاول إنه السوريين والعراق والعرب إنه نجمعهم تحت مظلة واحدة. خصوصي انه عندنا شيء اسمه اتحاد النمساوي العرب، اتحاد النمساوي العرب بيضم كل الاخوه العرب تحت سقف واحد. طبعا نحن يعني هالمؤسسات العربيه بنحاول كمان عن طريقه انه نقدر نساعد الاخوه العرب اللي اجوا لهون. دكتور، لو لجأنا شوي الى السياسه النمساويه بشكل عام تجاه اللاجئين المهجرين اللي اجوا تقريبا 5 سنوات او 6 سنوات اللي اجوا لهون، هل هي السياسه عم تساعد اللاجئ ام هي ضده؟ يا سيدي، اول ما اجوا 2015 كان الوضع بيختلف تماما عن الوضع الحالي. 2015 الشعب كله قام، كذا حكومه فيينا قامت بعمل جبار، حكومة فيينا اللي هي المزيج بين الاشتراكيين مع الخطر قامت بعمل كبير كبير، ولا تزال لحد الآن حكومة فيينا مصرة على أنه ما تنزل المعونات على يعني هي فيينا تقريبا هي المقاطعة الوحيدة اللي ملتزمة لحد الآن مع اللاجئين أنه ما تنزل المقاطعات. هون الخوف أيوه. بيصير تمام. الشيء اللي لاحظوا بتعرف هو دائما الخوف من الغريب، بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة استغلت هذه النقطة وأنه هدول جايين جدد، جايين يأخذوا لكم الشغل، جايين يأخذوا لكم العمل، جايين وكل شيء استغلوهن لغرض أنه يأخذوا يمصوا غضب الشعب ويكسبوا أصوات. وفعلا بعض الأحزاب، يعني عندك الحزب الأحرار المتطرف يعني كان ياخذ 12 13 14% بعد موجة اللجوء وصل لحد 23%. طبعا بعد الفضائح اللي اصابت الحزب بالمدة الأخيرة وحادثة إبيتسا وشو اسمه، طبعا هذا تراجع. وحتى حزب المسيح الديمقراطي اللي كان هو الحزب الأسود اللي هلا صار حاله الحزب التركيز كمان اخذ ركب، كان اول شيء الحزب الوسط يعني اخذ كمان الخط انه يهاجم اللاجئين، انه هذول عم ياخذوا الاعانات، حاول يخفف الاعانات كثير لمص الغضب او النمساويين. وفعلا وصل الحزب تبعه كان عم يوصل بحدود 22% فجاه أخذ 38% بالانتخابات الماضية. طبعا أخذ من الحزب القسم من حزب الأحرار، والحزب الثاني كثير من اللي كانوا يقولوا لك أنه صاروا صوتوا لهالحزب. الحكومة الجديدة اللي هلأ انباحة اللي صار يعني انباحة تشكلت ورئيس الجمهورية وقعوا او حلفوا على اليمين الدستوري، اول شغله عم يحكي هو راسا بيحكي لك على الاسلام السياسي، على اللاجئين. يعني ما عند كانه صفى بالمده الاخيره انه ما في شيء بالنسبة، ما في مشاكل غير ابدا الا لاجئين والاسلام السياسي، ما عاد في مشاكل نهائيا. هي عم تكسب من شعبيتهم، والاحزاب اللي واقفه تقريبا مع المهجرين هن بلشت تتناقص. يعني حكومة فيينا يعني خصوص هلا عندهم انتخابات السنة الجاية او هي السنة بالشهر العاشر، واقفة لا تزال نسبيا مع اللاجئين، وجوز تخسر. ليش؟ لانه كل المقاطعات نزلت الاعانات الا حكومة فيينا مصرة انه هذه الاعانات اللي هي حق على اللاجئ الموجود في كل دول العالم. وهذا الشيء كمان له تأثير كبير على على
على الأخوة طبعا اللاجئ اللي موجود هون أو المهجر موجود هون ما له عرفان إنه أنا بيوصلني الراتب آخر الشهر بيقطعوا عني. هذا كتير يعني إلى تأثير، حتى إلى تأثير على نفسيته، إلى تأثير على دراسته، إلى تأثير على تعلم اللغة، إلى تأثير على التحاقه بالعمل، كلها إلى تأثير سلبي هالأمور. بس بشكل عام الحكومة اللي إجت والقرارات اللي عم تطلع بصير كأني ضد هذا الشيء، ما عم بيخلوه ياخذ راحته للشخص، يعني بأنه بلد نمسا بلد الحريات وبلد الديمقراطية وكذا. ففي بعض بهالنقاط هي كتير عم يتخوفوا وعم بيقولوا ما بصير حجاب، ما بصير نقاب، ما بصير يعني حتى دور العبادة شفت عدة فترة طبعًا سكروها طبعًا. فتحكي لنا هي يا سيدي، هي العملية بديت تقريبا حتى قبل قدوم الأخوة الجدد للنمسا. أول ما بديوا أنه أول ما بديوا أنه على أساس أنه الحجاب يمنعوه من بعض المهن، أو حاولوا أنه الحجاب يمتنع نهائيا، ولكن باعتبار أنه الحجاب أنه دولة ديمقراطية وكل واحد بحق له يعمل بده إياه، وصلت الحكومة قبل السابقة لحل مشترك أنه بس بعض المهن اللي يشتغلوا في نظام في القطاع الشرطة وفي قطاع القضاء، انه هدول وقت عم يحطوا الحجاب انه هون بتبان على انه هالشخص هو يعني انه مسلم، انه هدول بيمتنعوا انه ممنوع انه الواحد يمارس الشغل هالعمل ولابس حجاب. والحكومه وقت كانت في حكومه يوميتها اشتراكيه مع الاس بي مع حكومه السود، نزلت ووافقت على هالشو على اساس انه حل مشترك. بعدين اجت المرحله اللي بعدها هو منع النقاب. منع النقاب، ولو انه انا بقول لك انا يعني انه مالي مع النقاب، ولكن انه النقاب انه منعوا، ولو انه الحريه الشخصيه هون كثير حاولنا انه يا اخي هذا ليش انه باقي المؤسسات وباقي المعتقدات الدينيه الهنود بيحطوا بيلبسوا لباسهم، اليهود بيحطوا القبعة، المسيحيين بيحطوا الصليب، إنه هدوليك ليش باعتبار إنه عم تقولوا، ولكن منعوا النقاب. بعدين العملية مستمرة، منعوا إنه الحجاب عند الأطفال في ما دون سن المدرسة، علما الإحصائية بتقول لك في ثلاث طالبات أو ثلاث بنات صغار اللي كانوا حاطبين الحجاب، ولكن طلع قانون بمنع الحجاب عن الدور الحضاني دون سن 14. اي لا دور الحضاني هلا الحكومه الجديده الحكومه الجديده اللي تشكلت امبارح من اول اولوياتها انه تمنع انه لحد سن ال 14 ممنوع لبس الحجاب. هون طبعا انا برايي انه المسلمين لازم يحتجوا ويقوموا سواء بشغل بما يسمح له القانون، بشكل تظاهر سلمي، على الهيئه الاسلاميه انه تقوم بدورها وتحتج عند رئيس الجمهوريه، عند الاحزاب، عند البرلمان. نحن كمان بهالمناسبه اللي هو بعد بكره داعين لاجتماع للجاليه العربيه من عندنا بالمقر في المنطقه الرابعه من اجل الدراسه التشاوريه، وانه شو بيقدر الواحد يعمل ضمن القانون انه كرد انه الواحد يمنع انه يصدر هذا القرار انه لسن ال 14 سنه، لانه العمليه عمليه سلسله. هلا سنه 14 سنه، المرحله القادمه اللي هي المرحله القادمه ان المعلمات والاساتذه ما يلبسوا حجاب، المرحله اللي بعدها انه اي وظيفه، وهلا بتلاقي في كثير شركات بتقول لك انا بدي مطلوب ولكن على شرط ان لا تكون محجبه. نعم يعني مطلوبنا الاندماج. أيوة بالاخير. ايوه المرحله اللي بعدها اللي ماشيين فيها شايف كيف، انه يمنعوا الحجاب عن كل المؤسسات، كل وحده بتشتغل في مؤسسه عامه، وبعدين بالشارع وفي الجامعة. يعني لذلك سياسه الخطوه خطوه خطوه مطالب يعني تماما. لذلك علينا انه ننتبه بالموضوع، انه اللي بدها تحط حجاب تحط حجاب، ما بدها تحط حجاب لا تحط حجاب، يعني هي تابعه لها ولقناعتها ولها مثل ما بقول بينه وبين ربها. بس انه تحط قانون بس على المسلمين يفرض
وانه انت ممنوع تلبس الحجاب، هذا الشيء انه اعتبار دوله، انت دوله علمانيه دوله ديمقراطيه، بيقدر الواحد يعمل اللي بده اياه، شايف في ضمن القانون. يعني هذا اللي الشيء اللي عم نحاول نحن ونطلب فيه، وطبعا انه نطالب فيه انه اذا بدها فعلا تتعامل يتعاملوا كل الطوائف بنفس القوانين الساريه تماما. والنمساويين بشكل عام عم يجوا مع الحكومه بهالموضوع، اللي عم يطلعوا مظاهرات ضد بقوانين، وقت تفرض قوانين عن النمساوي عم يتقبلها، اللي عم بقول ايه معلش فرضوا قوانين. يا سيدي هو بيبقى يعني بتعرف انه الدين الاسلامي صار له 100 سنه معترف فيه بالنمسا، الدين الثاني في الدوله، الدين الاسلامي في الدوله معترف من ايام القيصر من سنه 1912، اعترف القيصر، اعترف الفرنس يوزيف وقتها بالدين الاسلامي، طبعا اعترف فيه على أساس أنه كانت القيصرية النمساوية موجود في قسم منها بالبوسنيا والهرتسك، وكان عنده كثير من الجيش مسلم، لذلك اعترف اعترف الدين الإسلامي السني كدين معترف فيه. تمت هالأمور ماشية لعام، لوقت إجا كان سيباستان كورتس قبل ما يصير وزير خارجية، عينوه وزير الاندماج. سيباستان كورتس حاول انه يغير من النظام، وحاول يعمل نظام اسمه نوي اسلام جزيتس، وصل له نتيجه غياب الهيئه الاسلاميه اللي بعد ما كان الاستاذ انس شقفي ماسكها، وكان ماسكها بشكل جيد، وكان ما يحاول وقت يحاولوا معه انه نعمل قانون اسلام جديد كان يرفض هالشيء، ووصل انه في قانون لوقت اجى بعد رئيس الهيئه الاسلاميه للي بعده للاسف مر عليه كورتس، تنازل مر عليه كورتس انه في صداقه وكذا وشو اسمه، وخلى ووقع على قانون الاسلام الجديد، والذي خسرنا نتيجته كثير من الحقوق التي كانت لدينا كل 100 سنه. وطبعا نتيجة الإسلام جزيتس الجديد تغيرت الأمور كتير، ولذلك بلشانين فينا واحد ورا شغلة ورا شغلة. طبعا النمساويين قسم منهم كتير متقبل إنه الحكومة تمشي بهذا المجال، على أساس إنه الدين الإسلامي الخوف للي دائما النمساوي والأوروبي كتير بتأثر عليه الصحافة، الميديا بتأثر كتير الميديا، وبيخوفوا منهم الإسلاموفوبيا والكذا بتخوفهم كتير، وأنه دائما بيطالعوا لك. للأسف كمان بتطلع بعض الشغلات السلبية منا نحن كمسلمين، بتظهر الميديا، بتظهر الصحف بشكل عام، هي بتأثر كتير على الناخب أنه جاي جديد وكذا، وهي وللأسف في بعض العقليات اللي تزال أنه طبعا أنه أنا بدي أعمل الشيء اللي كنت أعمله في العالم العربي. لازم واحد كمان يعني هلأ مثلا ما بخبي عليك، برمضان بعد صلاة التراويح يعني بيطلعوا بيدخنوا قدام باب المسجد وكذا، الجار النمساوي بتضايق. هاي وحدة. بعدين بتعرف نحن عندنا زيادة عدد الأولاد، بيكون ساكن النمساوي بينام الساعة 7، أولادنا ما بيناموا للساعة 10، رايح جاي عم يدبك عم يهدي، بيعيق الجار. يعني ورغم أنه بديننا الإسلامي موصى أنه توصيف الجار تماما، ولكن للأسف ما من رعية دائما، يعني ما يعني مثل ما بقول نعرف اسمها من الطبق ما منطبق. هي كمان تنعكس سلبيا علينا، وفي شغلة اللي كمان انه دور الحضانة، رغم انه هون كانت عاطيتهم الحكومة النمساوية الصلاحية كذا، في بعض الأخوة اللي كانوا عاملين دور حضانة استغلوها سلبا لامتصاص الأموال، وحطوا أسماء زيادة في يعني مثلا تكون عنده دار حضانة عنده فيها 20 واحد يروح سجل 30 واحد، في أسماء وهمية، اكتشفوا هالشيء، وهذا يعني أساءوا كمان للموجودين وأساءوا للجدد. هذا كمان الواحد يحكي للي إله وللي عليه، يعني هذا للأسف. يعني مع الأسف دكتور وقتنا
صار يعني الساعة بلشت تدق، تختمنا بكلمة من جنابك، نصيحة أو أي شيء توجهه للجمهور اللي عم يشوفنا الآن. يعني أنا بصراحة أنه بالنسبة للأخوة الجدد أنا معتز فيهم كتير، خصوص الأطباء الصيادلة أطباء الأسنان، أنهم بفترة سريعة قدروا يوصلوا قدروا يوصلوا للشيء اللي بدهم اياه. بالنسبه للاخوه انه الاخوه الباقي بباقي القطاعات الباقي قطاعات الشعب، انه فعلا اللغه ثم اللغه ثم اللغه، يعني لازم عامل اللغه الواحد يتعلمه، لانه اللغه بدون لغه ما راح يقدر يوصل واحد لشيء. هي يعني شغلتي اللغه ثم اللغه ثم اللغه. الله يعطيك العافية، تشرفنا فيك دكتور تمام، إن شاء الله منشوفك في على أعلى المراتب. الله يحفظك، الله يحفظك. ورح نضطر آسفين إلى وداعك. وهيك أصدقائي بتكون تاعت حلقتنا لها اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منا واستمتعتوا، نراكم في حلقات قادمة، وأنا مني السلام عليكم.